هنا بيقول لي which of these is not an example of solid state storage. الـ solid state storage هي نوع من الـ storage اللي لا تحتوي على أي أجزاء متحركة وبتستخدم السيمي كوندكتور في عملية تخزين البيانات اللي هي أشهرها الفلاش ميموري أو الميموري كارد والـ USB درايف عموما. طبعا الأمثلة دي اللي هي الـ SSD والفلاش ميموري كارد والـ USB درايف هي أمثلة على الـ solid state storage، لكن الـ DVD مثال على الـ optical storage. A computer can become infected with virus in the following ways. ما عدا ممكن يجي لجهاز الكمبيوتر اللي موجود عندي فيروس بالطرق اللي جاية دي، ما عدا أني واحدة. طبعا طرق إصابة الكمبيوتر بفيروسات، يا إما إن حضرتك بتعمل داونلود للملف من الإنترنت، أو إن أنت بتعمل تحميل لملف من الاتاتشمنت، يبقى هنا by opening attachment to an email message، أو داونلودنج لسوفتوير من الإنترنت، أو داونلودنج الفايل فروم الويب. دي طرق الإصابة، لكن الأخيرة بيقول لي by creating a new folder، بإنشاء مجلد على الكمبيوتر. طيب أنا بعمل مجلد ما بيجيليش فيروس. Basic application، البرامج الأساسية اللي موجودة على الكمبيوتر بتشمل الحاجات اللي جاية دي ما عدا طبعا اللي هي الوورد والسبريدشيت اللي هو الإكسل والداتابيز مانجمنت سيستم زي الأكسس، طبعا ولا تشمل الويب اوثرنج اللي هو زي الفرونت بيج او الدريم ويفر. Which among the following is a fraudulent or defective act designed to trick individual into spending more time. اي مما يلي هو اسلوب خداعي او احتيالي الهدف منه انه اليوزر يضيع الوقت الخاص بيه او يضيع الاموال بتاعته. طبعا ده بيسموه انترنت سكام. احنا كان عندنا حاجة اسمها سكام وسبام. السبام هو بريد التطفلي او البريد الدعائي، انما السكام فكرته انه بيجيلك ايميلات مثلا من شركة، طبعا ده مزيف، مثلا زي مايكروسوفت، ويقولك انه انت فزت بجائزة كذا، حاول تدخل على الرابط الموضح قدامك، تدخل سيادتك على الرابط يقول لك دخل اليوزر نيم والباسورد، اصل حصل فيه مشكله في الاكونت بتاعك فيسرق بياناتك. In microcomputer system CPU بيكون موجوده على شريحه بيسموها مايكرو بروسيسور. رقم 15 عشان نفهمها، كان فيه نوع من الكمبيوتنج تكنيكس المستخدم زمان كانت فكرته انه بيكون فيه عندي حاجه اسمها مين فريم ودمب تيرمينال. المين فريم بيكون جهاز كمبيوتر قوي جدا، اما الدمب تيرمينال فهي عباره عن شاشه كمبيوتر زائد كيبورد، ما بيكونش فيها اي نوع من انواع البروسيسنج. مقصود بيها ان كل الشغل بيتم على المين فريم. يبقى هنا بيقول لي لو الماجوريتي معظم عمليات البروسيسنج بيكون موجوده في جهاز مركزي، والنودز او الاجهزه اللي متوصله ليه have little or no processing capability، يعني ما بيكونش فيها بروسيسور، او حتى لو فيها بروسيسور بيكون صغير وقدراته محدوده. ده بيسموه terminal network. This is a character effect، طبعا اللي هو الكالر. Storage that retains، يعني بتحافظ على الداتا بعد ما الباور يحصل لها turn off، بعد ما الباور تنطفي، ده بيسموه non volatile storage. طبعا volatile يعني متطاير، non volatile يعني غير متطاير. الفولاتايل زي الرام، النون فولاتايل زي الروم والهارد ديسك والسي دي روم والدي في دي، دي بتحتفظ بالبيانات فيها حتى لو الكهرباء قطعت عن الجهاز. وان واي، طريقه من الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نحسن الاستورج كاباسيتي الخاصه بالهارد ديسك ان احنا نضغط الملفات. احنا كان عندنا ثلاث طرق، الاولى ديسك كاشينج اللي بيكون فيه كاش ميموري ما بين الهارد ديسك وبين المايكرو بروسيسور، وهنا بنحاول نضع فيها البيانات والأوامر اللي بيتكرر استخدامها. الحاجة الثانية إن احنا كنا بنستخدم أسلوب اسمه RAID، Redundant Array of Inexpensive Disk، إنه بكتب البيانات اللي موجودة عندي على أكتر من هارد في نفس الوقت، بحيث لو حصل دروب الهارد ديسك نقدر نعمل ريستور للنسخة الاحتياطية بتاعته. الأسلوب الثالث إن احنا نضغط الملفات بتاعتي باستخدام برامج الضغط علشان تاخد حجم أقل.
التابلت بي سي والبي دي ايه اللي هي البيرسونال ديجيتال اسيستنت، طبعا بتستخدم الستايلوس اللي هو القلم عشان نكتب بيانات على الشاشة مثلا. في ديفايس جهاز بنستخدمه عشان يحمي من الارتفاعات المفاجئة في التيار الكهربي، ده بيسموه سيرج بروتكتور. في السبريد شيت يعني الجداول الإلكترونية، الخلية هي نقطة تقاطع الرو مع الكولوم، صف مع عمود، نقطة التقاطع بتاعتهم بتديني سيل. That enabled graphic animation with sound will video to be added to internet. ايه هي الحاجة اللي بواسطتها تم اضافة الصور والانيميشن والفيديو للانترنت؟ طبعا هي الويب. الويب براوزر هو عبارة عن برنامج متصفح، اليو ار ال اللي هو عنوان الموقع مثلا، شير وير هي عبارة عن برامج ممكن حضرتك تستخدمها لفترة زمنية معينة. The most common way أشهر طريقة للوصول إلى الإنترنت طبعا عن طريق الإنترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو زي شركة STC أو موبايلي أو غيره. Flash memory card هي عبارة عن نوع من الـ secondary storage. طيب أوكي، لكن هل هي optical؟ الـ optical هي السي دي روم والـ DVD. هل هي hard drive؟ لا. هل هي high definition disk؟ مفيش حاجة اسمها high definition disk. لكن الفلاش ميموري هي نوع من انواع السوليد ستيت ستورج، ومثال تاني اللي هو اليو اس بي. ده نوع من النتورك doesn't use a specific physically او ما بيكونش ليه شكل مميز او شكل محدد، ده اللي هو المش. This type of keyboard ده نوع من الكيبورد بيستخدم التاتش سكرين كانبوت ديفايس اللي هو الفيرتشوال كيبورد اللي بيكون في اجهزه السامسونج مثلا او الايفون. نوع من السكانر او نوع من الكاركتر ريكوجنيشن سيستم، انظمه التعرف على الحروف اللي بيتم استخدامها مع الاختبارات اللي بيكون فيها مالتيبل تشويس الاختيار من متعدد. طبعا دي كان اسمها اوبتيكال مارك ريكوجنيشن. الاو سي ار اللي هي اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن هي انظمه للتعرف على الحروف المطبوعه باسلوب معين. المكر هو عباره عن نظام للتعرف على الحروف اللي بتكون موجودة في أسفل الشيكات. احنا هنا بنتكلم على المالتيبل تشويس تيست، يبقى على طول او ام ار اوبتيكال مارك ريكوجنيشن. اتنين اللي رقم 28 بيقول لي ويتش تكنولوجي، اي من التكنولوجيز اللي بتسمح لليوزر ان هم ينقلوا الكمبيوتنج اكتيفيتيز الخاصه بيهم من اجهزه الكمبيوتر للانترنت. طبعا ده اسمه الكلاود كومبيوتينج او الاونلاين فايل ستورج مثلا. Which of the following is not a utility؟ اي مما يلي ما هوش برنامج بنستخدمه في عمليه الباك اب وزياده البرفورمانس الخاصه بالهارد ديسك. طبعا هو انترنت اكسبلورر لانه هو براوزر. الديسك ديفراجمنتور احنا بنستخدمه عشان نلغي تجزئه الملفات وبالتالي بنزود البرفورمانس الخاص بالكمبيوتر. ديسك كلين اب بيلغي الملفات اللي ملهاش لازمه زي الملفات المؤقته وغير ذلك. الباك اب بياخد نسخه احتياطيه من الملفات بتاعتي. The individual dots النقط اللي بتكون الصوره او الشاشه بيسموها بيكسل.